كالعادة هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها مصر للطيران سيرت 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. كمان مديريات التعليم حددت ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي المقبل. كمان معانا تنسيق القبول بمدارس اللغات بالمديريات والأولوية للأكبر سناً، ومكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات قرر تطبيق إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة لشهادات الثانوية العامة وما يعادلها، وأخبار ثانية كتير نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن امبارح سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة وخمس رحلات من المدينة. ومن المقرر أن تنقل الرحلات حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة وزارة التضامن وبعثة وزارة الشباب والرياضة وقرعة مجلس النواب وقرعة الجيزة وتضامن الدقهلية والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل. امبارح حددت مديريات التربية والتعليم تعليمات وضوابط التحويل للطلاب وتسجيل البيانات، مشيرة إلى أن التسجيل بدأ من 1/7/2023 وينتهي 31/7/2023. وأكدت المديريات التعليمية إعلان نتائج تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية للغات بعد انتهاء مرحلة التقديم وفرز الطلبات، موضحة أنه تم غلق باب التقديم بنهاية يونيو الماضي، وستعلن النتائج وفق أكثر من تنسيق، وبيتم اختيار وتسكين الأطفال المتقدمين على المدارس وفقاً للأكبر سناً. امبارح أعلن مكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات أن تطبيق إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة لشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية في تنسيق الجامعات 2023-2024، وده بالنسبة للقبول بكليات التمريض، التربية النوعية، المعاهد الفنية الصحية، المعاهد الفنية للتمريض، وده اعتباراً من القبول في العام الجامعي 2023-2024. امبارح نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رحلات للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات زي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وأهالينا لمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري لتعرفهم على الطبيعة وآثار مصر العظيمة، بالإضافة لتوعية المتعافين بأهمية الحفاظ على الآثار وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم، وضمن خدمات ما بعد العلاج المجاني وإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين للحد من الانتكاسة. امبارح أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان إن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تبلغ أكثر من 34 مليار جنيه، مشيراً إلى أن فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تجاوزت 53 مليار جنيه. دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار المحافظات، واللي شهدت مجموعه كمان كبيره من الاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها 11202 خدمه طبيه تم تقديمها للمواطنين من بدايه انطلاق حمله 100 يوم صحه بالغربيه واعاده فتح طريق الحسنه وسط سيناء بعد اغلاقه بالكثبان الرمليه. كمان وصول اول رحله من عماله خدمه الحجاج الى ميناء سفاجه البحري، وحياه كريمه في محافظه مطروح وزعت الدفعه الاولى من لحوم الاضاحي على 1000 اسره، واخبار تانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعه من الاحداث، أبرزها إن محافظة الغربية أعلنت تقديم الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة الخدمة الطبية والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة داخل قرى ومدن المحافظة، وشهدت خلالها إقبال كبير وملحوظ من المواطنين، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة 11202 خدمة طبية. وشملت المبادرة تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 6000 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة. مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء أعاد فتح طريق الحسنة المنبطح بوسط سيناء عقب إزالة الكثبان الرملية اللي أغلقت الطريق بفعل حركة الرياح،
فيما جرى رفع وإزالة جميع الرمال العالقة من على الطريق بعدما تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح خلال الفترة الماضية، مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات على الطريق بما يهدد أرواح المواطنين. وتم مسح الطريق بالكامل وفتحه مرة أخرى أمام المرة من المواطنين والتأكد من عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وآمنة. استقبل ميناء سفاجة البحري أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج على متن العبارة القاهرة وعليها 806 راكب، وتم رفع درجة الاستعداد بميناءي سفاجة والغردقة لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج، وتم التنسيق مع مجلس مدينتي سفاجة والغردقة وإدارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع المينائي لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء. وزع متطوعو مؤسسة حياة كريمة بمحافظة مطروح لحوم الأضاحي على 1000 أسرة أكثر احتياجاً كدفعة أولى، وده بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة. وتم استقبال الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي 1000 كيلو وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة بعد أن تم وضع خطة للتوزيع على مستوى مدن محافظة مطروح لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع والتجمعات الصحراوية. قسم بحوث الرز بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ أكد إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الرز بالمحافظة من صنفي عريض ورفيع الحبة خلال العام الجاري بلغت نحو 242 ألف فدان، مشيراً إلى أن كفر الشيخ في المرتبة الأولى من حيث إنتاجية هذا المحصول على مستوى محافظات مصر. محافظة بورسعيد أعلنت أنه هيتم البدء في تنفيذ خطة تطوير شاملة بمنطقة الكويت بحي العرب تماشياً مع خطة التطوير الموسعة اللي بتشهدها المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن يكون التطوير بحي الكويت شامل للمرة الأولى من نوعها. فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم أعلن إن المجلس بيتعاون مع وزارة البيئة في مجالات متعددة في العمل التنموي البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للسيدات بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة. محافظة الإسكندرية أعلنت عن استضافة شاطئ إسحاق حلمي لمباريات كرة القدم الشاطئية اللي من المقرر ليها أن تنتهي يوم الخميس القادم بمعدل مباراتين يومياً، وتقام المباريات من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، وسط تجديد على ضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية. محافظة سوهاج أعلنت عن توريد 126553 طن و688 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح يوم 23 إبريل الماضي، وسط انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات. وبلغت مساحات القمح المنزرعة هذا العام 174816 فدان بمختلف مراكز المحافظة.